انتقل. العيانين كلهم عاملين اضراب، ما حدش منهم عاوز ياكل. انني اطالب باعلان عالمي لحقوق الحيوانات. الحيوانات لابد ان تحيا حياه مليئه بالكرامه والعزه. ان البشريه تريد ان تنعم الحيوانات في ظل من الكرامه وبعيدا عن الخوف والعوز. انتوا مش عايزين تاكلوا ليه؟ احنا مش هناكل ولا يمكن هناكل الا لما تجاب مطالبنا. وايه هي مطالبكم؟ اولا ان يحكم المرضى انفسهم بانفسهم. ثانيا رفع جميع اجهزة التسجيلات والتسلط المدسوسة في المستشفى. ثالثا الغاء التمرينات الرياضية. رابعا في ان يكون للمريض الحرية ان يتناول الدواء ام لا. كل مطالبكم مجابة. يحيى الان! 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 العلاج مش اجباري زي ما انتوا فاهمين. كل واحد حر انه يتعالج ويخاف ويرجع لاهله او يفضل عايش هنا طول عمره. مالك يا حبيبي؟ ايه اللي حصل؟ عمر! عمر! انتي اللي صدمتيني؟ انا والله ما كنتش قصدي، ده هو اللي انا اصلي لقيته قدامي فجأة، بس الحمد لله جت سليمة اهو، ما فيهوش حاجة. سلامتك يا عمر. دكتور عمر. سلامتك. مالك؟ انت مين؟ انا مين؟ انا صاحبك الدكتور مجدي. مجدي مين؟ يا نهار اسود، انت مش عارفني. ايه دكتور؟
يبدو ان الحادثة تسببت في فقدانه للذاكرة. ودي حالة مؤقتة يا دكتور؟ للأسف لحد دلوقتي ما اقدرش اتأكد. يعني ممكن يقعد قد ايه على ما ترجع له الذاكرة؟ جايز يوم، اتنين، شهر، واحتمال تطول شوية، سنة مثلا. ويؤسفني اقول لحضرتك احتمال ذاكرته ما ترجعش خالص. ايه؟ ما ترجعش؟ دي تبقى كارثة، تبقى مصيبة. انت يا هانم خليتي احسن باحث في مصر يفقد ذاكرته. ارجوك اهدى يا دكتور. اهدى يعني ايه يا دكتور؟ اهدى يعني ايه؟ ده عزيز اصحابي، اخويا، والهانم ضيعت مستقبله. انا مش هسكت يا هانم، مش هسكت. انا حرفع قضية تعويض، حطه بمليون جنيه. مليون ايه؟ ولا 10 مليون يعوضوا العلم عن خسارته للدكتور عمر. انا بس عايزه افهم بتسرحي في ايه وانت سايقه؟ يا ماما ارجوك بقى سيبيني في اللي انا فيه. هيدولك ايه بس المرضى بتوعك دول اللي انت ملهوف عليهم كده وبتروحي لهم بالساعه وبالدقيقه؟ شويه مجانين وتعبه نفسك معاهم على الفاضي. يا ماما ده شغلي ولازم اهتم بيه، وارجوك كفايه بقى الكلام ده. كفايه؟ طب والمصيبه اللي حالت علينا دي؟ زميله ناوي يرفع قضيه تعويض ب 100,000 جنيه حنان، واكيد هيكسبها. يعني هيتخرب بيتنا يا بنت. هي الحكايه دي مش شغلاني انا. كل اللي بفكر فيه دلوقتي الانسان المسكين ده اللي انا ضيعت مستقبله. ازيك يا دكتور عمر؟ انت تعرفني؟ انا اعرفك. غريبه قوي. انت عم مقصود البواب. البواب ايه؟ بواب العماره اللي انت ساكن فيها. هو انا ليه عماره وساكن فيها؟ ايوه يا عمر. اتفضل. لا اله الا الله. ايه اللي ضربه؟ الظاهر كتر العلام لحس مخه. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا صاحبي. هو انت صاحبي؟ ايوه. انا الدكتور مجدي، طبيب امراض النساء والولاد. وانا مين؟ انت الدكتور عمر. دكتور؟ دكتور في ايه؟ دكتور بيطري، وبتشتغل في معهد البحوث العلميه. ده انا؟ اه. اتفضل. اتفضل. استنك ايه؟ خش بيا. انت ايه؟ انا شريكك في الشقة. يعني انت ساكن معايا هنا؟ اه ايوه. تيجي بقى مفرجك على اوضة نومك. الاوضة البحرية انت اللي اخترتها علشان هادية. تعال من هنا. استنى برجلك اليمين. ادي اوضه نومك اهي، نفس الفوضى والبهدله اللي انت متعود عليها وعايش فيها على طول. على فكره دي فردة شراب اللي انت بتدوخني عليها. معلش مش وقته. ما افتكرتش حاجه؟ لا لا. معلش بكرة تفتكر، إن شاء الله هتفتكر. طيب، أنا مضطر أمشي دلوقتي عشان عندي حالة ولادة مستعجلة جدا، يعني ساعة بالكتير وهكون عندك هنا، إلا بقى إذا المولود عطلك معايا. طب مش عايز حاجة؟ قول لي. أنت قلت لي اسمك إيه؟ مجدي. حلو ولا أغيره؟ حلو. طب انا راجع لك على طول. ايه
بلاش يا ولد، روح رصه البطاطا يا بلاش يا ولد، تجيب لي الشوكولاته يا بلاش يا ولد، روح رصه البطاطا. انت مين؟ قطع لك يا دكتور، خدتني. تعرفيني؟ طبعا، انا صحيح ما شفتكش غير مرتين ثلاثه من ساعه ما جيت العماره، لكن من ساعتها وانا وكل مرة أول حشوفك ألاقيك كاتب لي ورق، امسحي، نظافي، اكنسي، مفيش مرة تكتب لي حبي. طب ده أنا العمارة كلها بتحبني، اشمعنى أنت؟ ولا أنا وحشة؟ امشي من هنا. برأيي يا أخويا، مالك كده؟ ولا أنت كده زي صنف الرجال، تلاقوا الواحدة مايلة لكم تتقالوا. قلت لك اخرجي من هنا. يا اختي خارجة. طب ده انا لولاش عرف البوابة رجاني اني اطلع انضف لكم الشقة ما كنتش جيت. اصلي ما بحبش اشتغل عند عزاب، سمعتي. قلت لك اخرجي. يا اختي خارجة، فوتك بعافية. يا اسمك ايه؟ اسمعي يا خدامك. هو انا اسمي ايه؟ ما يحكي. أنا جيت أطمن عليك لما عرفت إنك خرجت من المستشفى. أنت حاسس بحاجة؟ لا لا أنا كويس. طب مش عايز نعود؟ دايما بنساه. قوليهولي تاني علشان اكتبه على ايدي ومنساهوش. عمر اسود هي تكون عامله فيه حاجه. لا ولا قوة الا بالله. ايه اللي حصل للناس دي يا اخواتي؟ عمر الحمد لله. هي الدكتورة حنان كانت عندك هنا؟ اه. كانت عاوزة ايه؟ انا مبقتش فاهم في ايه. عمر دي عدوتك وانا رفعت عليها قضية تعويض بمية الف جنيه. تعويض ايه؟ ما هي السبب في كل اللي انت فيه ده. وبعدين انا صاحبك يا عمر واخاف عليك. انت صاحبي؟ ايوه يا عمر صاحبك من ايام ما كنا زمايل في فريق التمثيل في ثانوي، فاكر؟ انا مش فاكر حاجه خالص. ما
معلش يا عمر، بكرة هتفتكر إن شاء الله، إن شاء الله هتفتكر. أنا هروح أجهز لك لقمة بقى علشان تاكلها. أنت قلت لي إنك صاحبي. أيوة يا عمر. طب اسم حضرتك إيه؟ هتفضلي عاملة في نفسك كده هوت يا حنان لإمتى؟ أنا عمري ما هسامح نفسي على اللي حصل ده أبدا يا ماما. ده مش فاكر حتى اسمه. قدره يا بنتي، ومع ذلك ما تيأسيش من رحمة ربنا. اوعي تتخلي عنه. روحي له يا حبيبتي وساعديه. صباح الخير. صباح النور. تفضلي. كنت أزعجتك؟ لا أبدا، ده أنا حتى كنت قاعد زهقان. وأنت عامل إيه دلوقتي؟ الحمد لله الألم راح، بس لسه ما افتكرتش حاجة خالص. بتكرهني عشان اللي حصل؟ أكرهك؟ ليه؟ اللي حصل ده خارج عن إرادتنا، بس اللي مضايقني قعدتي هنا في البيت. تحب نخرج سوا؟ نخرج؟ آه نخرج نغير جو شوية، أنا معايا العربية. قلت إيه؟ موافق، بس على شرط. شرط إيه؟ ما تخبطيش حد تاني. ما تخافش يا مودياني على فين؟ المكان ده مش بيفكرك بحاجة؟ لا. انت مش بتشتغل هنا؟ بشتغل ايه؟ سمعت. دلع سلامة دكتور عمر. أنا بعيط على نفسي، أصل نفسي صعبت عليا قوي. الدكتور قال إن دي حالة مؤقتة وإن ذاكرتك ممكن ترجع لك. هي الحكاية يعني محتاجة تنشيط لذاكرتك وتحاول تفتكر. أفتكر؟ أنا مش فاكر حاجة أبدا. أنا حاسس إن الدنيا قدامي كلها بيضة زي البفتة. أنا مش عارف أعيش كده إزاي. انت ليه بس خبطتيني بالعربية؟ ليه خبطتيني؟ ليه ما موتتنيش؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟
بتعيطي. ما تعيطيش، انا اسف اني زعلتك، سامحيني. انا اللي بطلب منك انك تسامح. حسن، بس بلاش تعيطي. لا يا عمر، لا حنان، انا بحبك. وانتي بتحبيني زي ما بحبك؟ انا حبيتك يا عمر من اول لحظه شفتك فيها. صحيح يا حنان، انا حسيت ان حياتي مش ممكن تستمر من غيرك. انت مليت عليا حياتي وكياني. تتجوزيني يا حنان؟ اه يا عمر. ايه يا ابني كنت فين؟ كنت مع حنان. تجننت؟ انت بتضحك عليك يا عمر، بتضحك عليك وتنيمك علشان تتنازل عن القضية. انت لازم تبعد عنها وما تشوفهاش خالص. مالك سكتي ليه؟ عمر، دي اكيد بتدبر لك مؤامرة عشان تتنازل عن القضية، خصوصا ان الجلسة بكرة. دي قضية بمية الف جنيه، ولعلمك بقى المحامي قال لي انها قضيه مضمونه 100%. الحقيقه يا دكتوره حنان، انت موقفك القانوني صعب جدا. مواد القانون صريحه، والماده 240 من قانون العقوبات بتفرض السجن من 3 سنين ل 10 سنين. ده غير التعويض اللي ممكن يتحكم له بيه. مالك يا عمر؟ مفيش حاجة يا مجدي. مجدي؟ أيوة مجدي. مجدي عبد العزيز سيد مخيمر ابن الست عطية. عمر، عمر ألف مبروك يا عمر. ألف مبروك يا عمر. يعني الذاكرة رجعت لك؟ الحمد لله. جرب يا مجدي، زعلت علشان الذاكرة رجعت لي؟ لا مش القصد يا عمر، بس عشان حكاية التعويض. تعويض؟ عمر بلاش حد يعرف ان الذاكرة رجعت لك عشان ما تخسرش القضية. دول 100,000 جنيه يا عمر. 100,000 جنيه؟ يعني ممكن تسافر وتكمل انت الدكتوراه ان شاء الله على حسابك حتى. عشان خاطري بلاش حد يعرف يا عمر، عشان مستقبلك. ان القضية الماثلة امامكم اليوم ليست قضية إصابة إنسان لفقد ذاكرة ومستقبل وماضي،
وليست هي قضية تعويض لذلك الإنسان البائس لفقده حياته الماضية والآتية. لا، القضية أخطر من ذلك كثيرا. إنها قضية الاستهتار الذي أصبح يملأ حياتنا ويسيطر على تصرفاتنا، الاستهتار الذي جعل بعضنا يستهين بحياة الآخرين في رعونة وطيش. وإذا جاء ذلك التصرف من الجهلة لقلنا قلة وعي وفهم، ولكن أن يجيء من أهل العلم وهي طبيبة يفترض فيها أنها هي أداة الشفاء للمرضى، فإذا بها هي أداة الهدم والتخريب والموت، وإذا بها هي التي تسلب ولا تمنح، تقتل ولا تشفي. إن هذه المستهترة المتهمة لا تستحق أن تكون طبيبة، إنها لا تستحق أن تجلس لتصف الدواء لمرضاها. كفاية، أرجوك كفاية. الله يخرب بيتك يا عمر. إيه ده يا أستاذ؟ أنت مين؟ أنا اللي خبطت الدكتورة حنان بالعربية، وأحب أقول لحضرتك إن الذاكرة رجعت لي، يعني الدكتورة حنان مش متهمة بأي حاجة، ده غير إني كنت غلطان في الأساس، لأني كنت بعدي الشارع وأنا سرحان. مبروك، ما تتصورش انا سعيدة قد ايه ان ذاكرتك رجعت لك. الف الف مبروك. مبروك ليك يا براء. مالك يا عمر؟ دكتورة حنان، انا متشكر على عطفك وحنانك، اكيد مساعدتك ليا ساعدتني على الشفاء. عمر اوعى تكون فاكر. دكتورة حنان، انا متاكد انك عملت اللي عملتيه ده لاحساسك بالذنب ناحيتي، لكن دلوقتي خلاص الذاكرة رجعت لي ومفيش داعي لاحساسك ده، وانا بحلك من كلمة الحب اللي بيننا والوعد بالجواز. لا يا عمر، لا، انا بحبك، صدقني يا عمر بحبك. اهتمامي بيك ده ما كانش شفاء او عطف، انا بحبك يا عمر، صدقني بحبك. تتجوزين؟ لا، انت لازم جرى لمخك حاجة. حنان يا بنتي، مش لكونك انت صدمتيه واذيتيه تبقي تتجوزيه. لو كان الموضوع ده بالشكل ده كان كل واحدة صدمت واحد واتجوزته. وبعدين ده خف، يعني مفيش داعي ابدا للي انت عايزه تعمليه ده. انا بحب عمر وهتجوزه، واحنا اتفقنا ان كاتب الكتاب هيكون يوم الخميس الجاي. يوم الخميس؟ هو احنا هنلحق؟ كاتب كتاب بس يا ماما، يعني حفله صغيره كده على الضيق، ولما نبقى نجهز نبقى نعمل حفله كبيره. ايه؟ عايز حاجه؟ وانا هقدر يا مؤاخذة. لا 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 اخر قوي. حنان على فكره انا اتاكدت دلوقتي بس انك انت بتحب عمر. انا كنت فاكر انك بتعطفي عليه من دافع الشفقه او عشان يتنزل عن الهويه والتعويض، لكن اصرارك على ان الجواز يتم اكد لي انك انت بتحبيه. وعلى فكره هو كمان بيحبك قوي، والا ما كانش واقف المحكمه وقال ان الذاكره بدات، كان ممكن يسكت وياخد تعويض كبير. عمر ابن حلال وطيب قوي. ارجوك يا حنان، خليك انت مكاني ومكان ابوه ومكان امه، انت ممكن تعوضيه عن حاجات كتير قوي. توعديني؟ اوعدك يا مجدي. اتفضل يا حزانك دي. حاولت لكن ما قدرتش.
لاني بلاقي الطمع في عيون الناس، كل الرجاله، لدرجه اني بقيت اكرههم كلهم. محدش فيهم راضي يحترم ذكرى انسان بحبه. انا ليا طلب عندك يا سوزي. ايه هو؟ انك تقلعي الاسود وتبتدي تخرجي، تروحي النادي مثلا، لازم تشوفي الناس، ساعتها تتاكدي ان الدنيا حلوه، وانك حرام تدفني شبابك وتعيشي حزينه كده العمر كله. كل الناس قالت عليا اني مجنون، بس بعد التجارب والابحاث اللي انا عملتها الحكايه طلعت مش صعبه ولا حاجه. يعني البويضه بعد ما تلقعيها بتنقسم اتنين، وبالتالي لا مؤاخذه البهيمه ممكن تخلف اتنين. ايه بتبصي لي كده ليه؟ لا ابدا انا بسمع. اكيد بتقولي عليا مجنون زي كل الناس ما قالت. بالعكس، مفيش مستحيل قدام العلم، وكل العباقره اللي قدموا خدمات جليله للانسانيه الناس اتهموهم بالجنون، بس قدروا يثبتوا لهم انهم عباقره مش مجانين، وانت كمان لازم تثبت لهم انك عبقري. انا مجنون بيكي. امبارح قابلت سيد ابو شفه في توت بولاق. قابلتيه فين؟ كنت قاعده على القهوه وشفته وهو نازل من الكاريته بتاعته ودخل على ابو دراع. ابو دراع مين؟ في توت الحسنيه. رجالة ابو دراع اول ما شافوا سيد داخل عليهم راحوا هاجمين عليه بالشوم. بعدين يا اشجان؟ سيد ابو شفه لوحده قدام 20 راجل، وكل واحد فيهم ماسك شوم قده، لكن على مين؟ على سيد ابو شفه. يا خبر يا دكتوره، ياي لو تشوفيه وهو بيمسك الوحش من دول ويروح مديله بالبوكس مطيره في الهواء، ويمسك التاني ويرميها على 3 رجاله، ويلتفت ويدي بوكس باليمين، ويلتفت تاني ويدي بوكس بالشمال، وروسيه هنا وروسيه هنا. الشوم بقى نازل عليه وهو واقف زي الصخر. رجاله ابو دراع بقى كلهم وقعوا على الارض. بعدين الناس كلها سقفت لسيد ابو شفه وهتفت بزعامته على حي الحسنيه وبولاق، وانا جريت عليه وترميت في حضنه وقلت له انت الراجل اللي بحلم بيه يا سيد. راح رافعني بين ايديه القويه وراح حاططني في الكاريته بتاعته وجري بيا، وفضل يجري يجري يجري. ها وبعدين؟ صحيت من النوم. هو انت لسه بتحلمي الحلم ده يا اشجان؟ يا ريت يبقى حقيقه يا دكتوره. يا حبيبتي زمن الفتوات انتهى، دلوقتي في قانون بيحكم العلاقات بين الناس، البقاء للاقوى. النهارده ما بقتش القوه هي الوسيله للتفاهم بين الناس وحل مشاكلهم، عشان ما عادش فيه رجاله زي زمان. وانا اضمن منين اني اكسب مسابقه زي دي؟ دي مسابقه هيدخلها اكبر علماء العالم. انت مش اقل منهم، المسابقه فيها 10 بحوث، واكيد البحث بتاعك هيبقى واحد منهم ان شاء الله. انت مش تحب تساهم في رفع معاناه الانسان؟ ايوه احب. مش تحب تكسب 50,000 دولار؟ عبيط اللي يقول لا. ده بقى يا سيدي غير المجد الادبي والعلمي، انت عبقري ولازم يكون عندك ثقه في عبقريتك. انا عندي ثقه في عبقريتي، لكن ما عنديش ثقه في لجان التحكيم. الجوائز دي دايما بتخضع للتيارات السياسيه. حتى لو ما فزتش يكفيك شرف انك دخلت في منافسه مع اكبر علماء العالم. انت بتحبيني يا حنان؟ انا مجنونه بحبك يا عمر. قوليها تاني. انا مجنونه بحبك يا عمر. هو اخر ميعاد للمسابقه امتى؟ انا بكره كل رجاله، ما بحبهمش لان هم ما بيفكروش الا بغرايزهم بس. بس مش كل الرجاله كده يا منال. صدقيني يا دكتوره كلهم كده. مفيش راجل قابلته في حياتي الا معزمني على شقته عشان نقعد قعده هاديه ونسمع مزيك. الحب عندهم بقى كلمه رخيصه بيقولوها عشان يوصلوا بيها لغرضهم. فين الحب اللي كنا بنقرا عنه في الكتب والروايات؟ فين روميو وقيس وانطونيو؟ فين الحب العصي؟ خلاص كل ده تاريخ وانتهى. يا حبيبتي الحب موجود طول ما الانسان عايش. الحب خلاص ضاع من حياتنا الى الابد. ادخل. مش ممكن، مش معقول. انت الدكتور عمر؟ ايوه يا فندم انا الدكتور عمر. و البطاقه اهي. انا ما كنتش متصور انك شاب. انا كنت متصور ان هقابل انسان متهدم منحني الظهر لاعتكافه على البحث العلمي لحد ما قدر يوصل للاكتشاف العظيم
اللي هيعمل انقلاب في موازين العالم الاقتصادي وهيساهم في رفاهية شعوب العالم الثالث، وهيوفر اللحمة. انت انسان عظيم يا ابني، انت عبقري يا ابني، دعني اقبلك يا ابني. ايوه يا فندم، بس انا عاوز افهم حضرتك ليه بعتلي الجواب ده؟ علشان اهنيك يا دكتور عمر، عشان اذف اليك البشرة. البحث اللي انت قدمته لمنظمة الاغذية العالمية فاز بالمرتبة الاولى، دعني اقبلك يا ابني. الحقيقة ده فخر كل مصر وكل عربي ان عالم منهم يفوز على بقية العلماء المتقدمين، دعني اقبلك يا ابني. ولقد تقرر منحك جائزة قدرها $50,000. $50,000 والدولار بيتلجل؟ دعني اقبلك يا ابني. المهم دلوقتي انك تجهز نفسك للسفر خلال شهرين من دلوقتي. الجائزة بتاعتك مرتبطة باشرافك على البحث بتاعك من الناحية العملية. انت متجوز يا ابني؟ لا يا فندم، انا كاتب كتابي بس. لازم عروستك في نفس تخصصك البروتين الحيواني. لا يا فندم، هي البروتين العقلاني، قصدي هي متخصصة في العقل، هي دكتورة امراض نفسية وعصبية. شيء مدهش ان واحد يرتبط بدكتورة نفسانية تجننه وتعقله وقت ما هي عايزة. دعني اقبلك يا ابني. سيد استاذ، معلش. اتفضل. طب مش سعيده متولي؟ ما تقوليش متولي، ما تقوليش متولي، ما تقوليش متولي. الله، ايه هي الحاله جاتلك ولا ايه؟ ما انت عارف يا دكتور عمر، انا ما احبش حد يقول لي متولي. ليه؟ هو انت مش اسمك متولي؟ ايوه انا اسمي متولي، لكن ما بحبش حد يقول لي متولي، بيجيني العصبي. طب ليه الدكتور حنان ما بتعالجكيش؟ الدكتورة حنان بتحاول بس لسه ما حطتش ايدها على العقدة بتاعتي. طب بس معلش معلش يا متولي. ما تقوليش يا متولي. خلاص مش هقولك يا متولي. بعد اذنك دكتور عمر. نعم. رايح فين؟ داخل الدكتورة حنان. ممنوع. ايه ده، ممنوع اخش لمراتي؟ لا، الدكتورة قايلة ممنوع حد يخش عليها وهي بتكشف على العيانين. طب ممكن تديها خبر؟ حاضر. شايف الدنيا سوء وحياتي قصيرة وتملي بفكر في الانتحار. الو، ايه متولي عندك؟ طب خليه يتفضل. حنان قولي لي مبروك يا حنان. قولي بالراحه بس، في ايه؟ فزت بالجائزه الاولى. مبروك يا عمر، مبروك يا حبيبي. والجائزة الأولى قيمتها $50,000 في 2 جنيه حسابي بقى. معقولة؟ أنت لمتهم يا عمر؟ لا، أنا هسافر أستلمهم في حفلة كبيرة هيحضرها وكالات الأنباء وهينقلها القمر الصناعي. أنا هسافر معاك طبعا. أيوة يا حبيبتي، هنتجوز ونقضي شهر عسل ما حصلش. هي إيه الحكاية؟ أنتوا فاتحينها مبواشة ولا إيه؟ وأنت مالك يا راجل أنت؟ لا، ما تسيبنا نبوس. مش طلعوا برضه إن في راجل؟ لا. طب ما تتجوز. ولادي مش عاوزين يسيبوا الورث، خايفين على الورث، مش راضين يجوزوني. طز في ولادك وطز في الورث يا راجل، متع نفسك، روح اتجوز ما تبقاش محروم. دي فكره حلوه قوي، انا هتجوز. روح اتجوز. متشك انا هتجوز يا دكتوره. مبروك. انا هتجوز. هتجوز يا دكتور. انا هتجوز. يلا روح اتجوز، هتتجوز على نفسك. يلا يلا. معقول ايه اللي انت عملته ده؟ ده الراجل بعالجه بقالي 3 اشهر ما عرفتش عقدته. ما احنا اول ما بصنا بعض الحرمان نضح على وشه على طول. ايه اللي بتعمله ده يا عمر؟ يلا بقى نكمل. نكمل انت مجنون؟ احنا في عياده محترمه. عياده ايه؟ ما خلاص هنسافر وهنشطب كل حاجه. مالك يا حبيبي، بتفكري في ايه؟ في المرضى بتوعي. معقول يا حنان؟ عاود انا اكلمك عن مستقبلنا، انت تفكري في المرضى بتوعك؟ مش لازم افكر فيهم برضو يا عمر، مش انا مسؤول عن علاجهم. خلاص ابعتيهم لدكتور تاني. هو ده اللي فكرت فيه فعلا. عظيم، يبقى مفيش مشكلة. المشكلة موجودة. ليه بقى؟ في 3 مريضات بتوعي انا بعالجهم.
وهما مرتاحين معايا وبدا يبقى في ثقه بيني وبينهم، بس مع الاسف لسه ما قدرتش اخليهم يبقوا طبيعيين، وما اعتقدش ان في اي دكتور تاني هيقدر يعالجهم ويخلصهم من عقدهم. وايه هي بقى عقدتهم؟ بيكرهوا الرجاله، وانا بصراحه ما اقدرش اتخلى عنه. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اسافر معاك واسيبك. تجنن انت بقى تسيبي حبيبك وجوزك علشان ثلاث بنات مجانين؟ احنان انا بحبك وما اقدرش اسافر من غيرك. طب يا حبيبي اديني فرصه احاول اتصرف. سافري؟ سافري تروحي فين؟ امريكا. كم يوم؟ يعني اربع سنين. وانا؟ ما انا هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هشوف التاني؟ مش حد هتكلم معاكي؟ يجوز. سوزي مالك يا حبيبتي؟ سوزي فوقي يا حبيبتي. سوزي تسافري؟ تسافري تروحي فين؟ امريكا. هتقعدي كام يوم؟ اربع سنين. وانا؟ ما انا هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هقدر اشوف التاني ولا هقدر اتكلم معاكي؟ يا جوز. اشجان اشجان مالك يا حبيبتي؟ اشجان اشجان فوقي. تسافري؟ تسافري تروحي فين؟ امريكا. هتقعدي كام يوم؟ يعني اربع سنين كده. وانا؟ ما انا هحولك لدكتور تاني يكمل علاجك. يعني مش هقدر اشوفك تاني؟ مش هقدر اتكلم معاكي؟ يا جوز. منال منال مالك حبيبتي؟ منال منال فوقي فوقي. ايه؟ يا عمر انا مش هقدر اتخلى عن المريضات بتوعي. هو مفيش دكتوره غيرك في البلد؟ ايوه بس هما بيرفضوني انا وبيمدحوني، وبعدين انا قطعت معاهم شوط طويل قوي في علاجهم. بس انت قلت لي ان مفيش اي تقدم في علاج الثلاث مريضات دول. عشان كده ما اقدرش اتخلى عنهم دلوقتي. لكن تقدر تتخلى عني عني انا. حبيبي ما تفهمنيش غلط. امال ايه صح بقى يا ست الدكتوره؟ ده واجبي يا عمر، وبعدين ما تنساش اني اقسمت قسم بكره. بكره ده لو كان عايش لغايه دلوقتي ما كانش يرضيه ابدا انك تتخلي عن جوزك اللي بيحبك. طب خلاص سافر انت وانا حصلت. رجل على رجل. انا اسف يا عمر ما اقدرش. كده؟ ما انا مش مسافر. ايه؟ عمر عمر يا عيني. طب ما حاولتيش انت تقنيه عمر؟ مفيش فايده، راكب دماغه ومصمم انه مش هيسافر الا لو انا سافرت معاه. معقول؟ ضيع فرصة عظيمة في ايدك ايده. ما انت عارف عمر عنبي. ارجوك يا مجدي انت لازم تقنعه. اقنعه ايه؟ اقنعه اللي يسافر هو، وبعدين انا ابقى احصله بعد كده لما اطمن على حالات المرضى بتوعي. معقول؟ ده كلام وانت مش عارفك هتخاف قوي. اصل لو واحده حامل نبقى عارفين هتولد امتى، انما المريض النفسي ده بيبقى صعب ان الواحد يتوقع امتى هتخف. وبعدين انت عارفه انت بالنسبه لعمر قد ايه؟ ده من غيرك بيبقى حاسس انه ضايع. ارجوك يا مجدي ما حدش غيرك هيقدر يقنعه ويشجعه على السفر. ارجوك. عمر صديقي العبقري الذي رفع اسم مصر عاليا. اهلا يا مجدي. يا اهلا يا مجدي. دي مالك شايل طاجن ستك ليه؟ حنان يا سيدي. مالك مش قادر تسافر معايا امريكا؟ ليه مش قادره تسيب ثلاث بنات اخواتها؟ لا ثلاث بنات عيانين بتعالجهم، هي متعقدين من الرجاله والظاهر اثروا عليها خلوها تكره الرجاله. لا 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 يا عموره مش للدرجه دي، حنان بتحبك وانت عارف، بس انت بقى لازم تحط في دماغك ان دي دكتوره، يعني لازم تاخد بالها من العيانين بتوعها لغايه ما يخفوا. افرض ما خفوش. افرض ما خفوش. لا يا عموره ما هم لازم يخفوا علشان حنان تقدر تسافر معاك. طب وانا في ايدي ايه هعمله؟ تساعد العيانين دول انهم يخفوا وتفك عقدهم. ازاي؟ تخليهم يحبوا الرجال. ازاي؟ تخلي كل واحده فيهم تلاقي الراجل اللي ممكن تحبه. وانا هجيب ثلاث رجاله يحبوا ثلاث بنات مجانين منين؟ لا ومش اي راجل، ده راجل لازم يكون له مواصفات معينه، اكيد كل واحده فيهم لها فتى احلامها. طبعا. طب بصلي كده ليه؟ فاكر عموره؟ فاكر زمان ايام ما كنت في فريق التمثيل بتاع المدرسه والكليه؟ خلينا في موضوعنا. والله كنت ممثل عظيم. خساره خساره انك انت ما كملتش، كان زمانك دلوقتي بتنافس عادل امام وسعيد صالح والعالم دي كلها. موضوعنا ماله ومال التمثيل دلوقتي؟ ما
اصل مفيش حد غيرك انت يقدر يعمل ثلاث شخصيات في وقت واحد. مش فاهم. يعني انت هتكون الثلاث رجاله في وقت واحد. برضه مش فاهم. يعني انت هتبقى فتى احلام كل واحده من دول، تساعدها على انها تخف وتخلصها من عقدتها. وانا هعرف مواصفات كل واحد ازاي بس؟ انا بقى اقول لك ازاي. دكتور عمر، الدكتوره لسه ما وصلتش. اهلا يا متولي. ما وصلتش، ده انا كنت عاوزها في موضوع مهم قوي. لا لسه بدري، الدكتوره بتوصل على الساعه 7 كده. ظاهر بقى ان انا جيت بدري. ما معلش، انا اخش استريح جوه، اصل انا تعبان. تحب اعمل لحضرتك فنجان قهوه؟ يا ريت قهوه بس على ميه بارده. ميه بارده؟ ميه بارده، ميه بارده. شكرا يا متولي. ممكن اقعد؟ ايه اللي بتقريه حضرتك؟ يا مدام انا بقول لحضرتك شفت مدام الفطريه؟ ورا تاني؟ ايوه مستني ايه؟ ورا يا مدام لو سمحتي انا لسه حبيبي تضحك. اعمل ايه؟ منظرك كان يموت من الضحك وانت طاير ونازل على ملا وسخ. مش دي شرطك؟ شرطي؟ وانا كنت عارف انك خرع بالشكل ده. بقى واحده زي دي تعمل فيك ده كله؟ عمر اوعى تسكت، لازم تنتقم. انتقم ازاي؟ تضربها علقه. علقه؟ طبعا، الصنف اللي زي ده لازم يتشكم، مش هتحترمك الا كسرت مناخيرها وجبتها في الارض. عندك حق. امال يا حبيبي يا بقول لك ايه؟ هيسمع. ولا رحت فين؟ الله يخرب بيتك يا عمر. شوفي بقى يا مدام، انا بقول لك ايه؟ لو ضربتيني تاني انا هصوت وهلم عليك النادي. انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. ده انت اللي عايزه مني. انا مش عايزه منك حاجه، واحسن لك ابعد عني. الله يرحمه، كان دايما يقول عليكي انك شرسه. هو مين ده؟ خير الاليوبي جوزي. انت تعرفه؟ طبعا، الله يرحمه كان اعز صاحب ليا. انت اسمك ايه؟ حسام الهواري. بس عمر خيري ما قال ان ليه صاحب اسمه حسام الهواري. لكن هو دايما بقى كان يكلمني عنك، كان بيقول لي قد ايه انت لطيفه وقد ايه انت بتحبيه، وهو كمان كان بيحبك. الله يرحمه. انت بتعيط؟ اصلك ما تتصوريش خيري كان صاحبي قد ايه. بس يعني اصل انا كنت مسافر المانيا، واول ما سمعت الخبر المشؤوم ده جيت على طول علشان اواسي ارمله اعز صديق ليا. الله يرحمه خيري مش ممكن يتعوض ابدا. عن اذنك رايح فين؟ رايح الدار في حته اعيط فيها. اصل ما يصحش اعيط كده قدام الناس. لا ارجوك خليك قاعد معايا، احكي لي. احكي لك عن ايه؟ عن خيري. قول كل اللي تعرفه، احكي لي عنه. شفتي بقى يا سوزي ان في رجاله كويسين؟
من يوم ما مات خيري وسابني وحيده في الدنيا ما لقيتش راجل شهم. كلهم فاكريني ارمله وطمعانين فيا، بس واضح ان حسام ده غير كل الرجاله. لما قابلته حسيت بمدى اخلاصه وحبه ووفائه للمرحوم جوزي. انسان مهذب جنتلمان، رغم اني ضربته. ضربتيه؟ ايوه، ما انا كنت فاكراني عاكست. ما تتصوريش قد ايه حسيت بالندم لما عملته بالطريقه دي. اهلا يا حنان، اتفضلي. يا اهلا. انا زعلانه منك جدا يا عمر. كده برضه تيجي العياده وتنزل وما اشوفكش وما تتصلش بيا كمان بعدها؟ اصل انا كنت مشغول. اتفضلي اقعدي يا حبيبتي اقعدي. كنت مشغول في ايه بقى يا سيدي؟ مشغول في تحضير اوراق السفر. خلاص ناوي تسافر؟ طبعا يا حبيبتي، هو انا معقول اضيع فرصه حلوه زي دي؟ يا سلام يا عمر، ما تتصورش انا قد ايه فرحانه انك اخيرا عقلت. عقلت؟ يا حبيبي قصدي يعني اقتنعت انك تسافر لوحدك وبعدين انا ابقى حصله. بس يا حبيبتي انت وعدتيني لو المرضى الثلاثه بتوعك خافوا هتسافري معايا. يا ريت يخفوا بسرعه. ما تصورش يا عمر هتوحشني قد ايه وانت غايب. بس يا حبيبتي هل في امل يعني انهم يخفوا؟ والله انا متفائله، وخصوصا بعد ما جات لي سوزي النهارده العياده وحكيت لي. سوزي مين؟ دي واحده من المرضى اللي انا بعالجهم. وحكيت لك ايه بقى؟ حكيت لي عن الشاب اللي قابلته النهارده في النيل، كان صديق المرحوم جوزي. مالك يا عمر؟ لا لا، اصل ده ظهري موجوع شويه. حبيبي الظاهر انك خدت برد. هو بالظبط كده، خدت برد. حكيت لك عن ايه بقى بالظبط؟ حكيت لي عن الشاب اللي قابلته النهارده في النيل. مالك يا عمر؟ ماله هو؟ الظاهر انه اثر فيها قوي وارتاحت له، وده يبقى اول شاب تثق فيه سوزي بعد وفاه جوزها. وده معناه ايه؟ معناه ان في امل في الشفاء، وانها لو اعجبت بالشاب ده وحبته يبقى ممكن تتخلص من عقدتها وتخف، وده يبقى اعظم انتصار ليا. وليا انا كمان يا حبيبتي. نعم؟ قصدي يعني ان انا هبقى فخور ان مراتي اعظم دكتوره نفسا. انا وليا. يا حبيبي يا عمر. حبيبتي. صباح الخير. صباح النور. ممكن اقعد جنبك؟ اتفضلي. ميرسي يا روحي. ايه يا اختي اللي انت بتقري فيه ده؟ ده كتاب في علم الحيوان. ياي، وايه يا حبيبتي اللي يخليكي تقري كتب زي دي؟ اصلي طالبه في كليه العلوم. تمام، زي اخويا صفوت، هو برضو خريج كلية العلوم وما بيقراش ابدا غير كتب الحشرات والحيوانات، ما بيحبش ابدا يختلط بالناس زي ما يكون يا اختي بيكرهه. وانا كمان بكرهه. تصوري يا حبيبتي، بيقول على الستات ان الحشرات احسن منهم. ده رأيي انا كمان. ومتعقد مننا احنا الستات وبيقول علينا تافهين. ده رأيي انا كمان. بيقول ان البنت دلوقتي ما بتفكرش في الحب، بتفكر في الراجل الغني اللي يوفر لها الشقه والعربيه والفساتين. الحب دلوقتي بقى كلمه رخيصه. صح، الحب عندهم بقى كلمه رخيصه، بيقولوه عشان يوصلوا بيها لغرضهم. تصوري ان اخويا التوأم صفوت بيقول ان هو مش يلاقي البنت اللي تحبه وتضحي علشان وتقدر معنى الحب وتحبه حب عذري. كل البنات اللي عرفهم عاوزين ياخدوا الشقة عشان يقعدوا قعدة هادية ويسمعوا مزيكا، وأول ما تيجي رجله في الشقة يلاقي قدامه ذئبة مفترسة عاوزة تاكله. هم هم هم. غريبة، أنا كنت فاكرة إن الرجالة هم اللي كده. والبنات كمان. مش دي مصيبة يا أختي؟ بس مش كل البنات كده. مؤكد لو دور هيلاقي ان في بنات بتؤمن بالحب العصر. اصل اخويا التوأم شفوت رومانسي قوي. وانا كمان.
الله، على فكرة انت واخويا التوأم شفت ميولكم واحدة. الله قولي لي يا وانت اسمك ايه؟ منال. الله، اسمي يجنن، منال. وانت اسمك ايه؟ انا فتكات. فتكات؟ ايوه فتكات، بنت ام فتكات. تعرفي يا منال يا حبيبتي، انت لو قابلتي اخويا شفوة التوأم ده هيغير فكرته خالص، هيتأكد ان في بنات مؤمنة بالحب العذري. ايه رأيك لو تقابليه؟ هقابل الراجل ده اخويا التوأم شفوة، انا هعزمكم على فنجان شاي وتقعدوا سوا. ارجوك يا منال، انت هتساعدي مريض انه يخف ويخرج من الكوكعة اللي هو عايش فيها. ميرسي قوي يا حبيبتي، عن اسمك. اهلا يا منال. انا اسفه يا دكتوره اذا كنت جيت لك من غير ميعاد، بس كان لازم استشيرك في موضوع مش قادره اخد فيه قرار. خير يا حبيبتي، في ايه؟ امبارح كنت في النادي وقابلت ست ظريفه. يا سلام، قد ايه انا سعيده ان منال اكتشفت ان في رجاله بتؤمن بالحب العذري. منال مين؟ دي مريضه بتتعالج عندي. وايه اللي حصل؟ قابلت واحده ست في النادي، الست دي ليها اخ سوا رومانسي جدا، يعني زي شخصيه منال بالظبط، وهو ده الشخصيه اللي هي بتحلم بيها. وبعدين عزمتها عشان تقابل اخوها. تقابله فين؟ في شقته. في شقته؟ عظيم. بس انا رفضت انها تروح له. ليه؟ رفضت تروح له ليه؟ ابن ناس ان احنا شرقيين ولينا عاداتنا وتقاليدنا، معقول واحده تروح لواحد بيته؟ وبعدين؟ انا قلت لها اذا كان ضروري يعني يتقابلوا، ممكن يتقابلوا في اي مكان عام، ممكن مثلا تقابلوا في النادي ويكون معاه اخته، يعني يتقابلوا هما الثلاثه. هما الثلاثه؟ صباح الخير. صباح النور. حضرتك تعرفني؟ مش الانسه منال برضو؟ الحقيقه انا ما اعرفكيش، لكن مدام فتكات تعرف حضرتك كويس، وهي بعتاني النهارده عشان اعتذر لك انها مش هتقدر تجيب اخوها وتيجي لانها تعبانه شويه، لكن لو حبيتي حضرتك تشوفيها العنوان اهو. انا كنت هخش اخد حمام. اقعد يا حبيبتي، خد. ميرسي يا روحي، كلك ذوق. انا هخش اندهلك صفوه اخويا يقعد معاكي شويه على بال انا ما اخد حمامي. شرفتي وانستي. اخشى عليك يا صفوت، مش معقوله عماله انده عليك وانت مش بترد عليا. لا مؤاخذه، اصلي انا بقرا قصه اني راحله. لما بتلاقي حبيبها بيموت بتولع النار في البيت وبتموت معاه. هو انت دايما يا اخويا مفيش على بقك الا سيره الموت؟ كل قصص الحب الخالده بتنتهي بالموت. طب سيبك يا اخويا بقى من قصص الموت دي واخرج سلم على منال. منال مين؟
منال البنت اللي انا كلمتك عنها. وايه اللي جابها هنا؟ جاي اخويا تزورني لما عرفت ان انا عيانه، وهي فرصه يا صفوت تتعرفوا على بعض. ومين قالك اني عاوز اتعرف على واحده ست؟ دي مش ست يا صفوت، دي بنت. انا بكره كل بنات حواء. ودي صوتك يا ولد عشان تسمعك. ما تسمع؟ عيب كده يا صفوت، ما يصحش. دي بنت لطيفه قوي غير كل البنات اللي عزمتهم. دي زيك بالظبط وبتؤمن بالحب العذري. انت لسه بتصدقي ان فيه واحده بالمواصفات دي؟ كلهم دلوقتي بيجروا ورا غرايزهم، الحب عندهم بقى كلمه رخيصه علشان يوصلوا لاغراضهم. لا 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 يا صفوت، دي بنت رومانسيه خالص. طب اخرج كده وشوفها وانت تتاكد انها تعجبك قوي. هاي. هاي، ازيك؟ الحمد لله. الجو جميل. اختي بتعتذر لك عشان دخلت الحمام تغسل شعرها. مش فاهم ليه دايما بتخش الحمام وتغسل شعرها. انا بحب قراءة القصص الغرامية وخصوصا الملتهبة. وانا كمان. وبحب الموسيقى وخصوصا السوفت ميوزك. وانا كمان. وبحب الشعر. وانا كمان. وبحب السبانخ. وانا كمان. مش معقول. ليه؟ لانك انت بنت. وهي البنت عيبها ايه؟ ما عادوش زي زمان، المادة والفلوس عمت عينيهم، ما بقوش يحسوا ان ليهم قلوب بتقول تك تك تك. مش كلهم. لا كلهم. انا بقولك مش كلهم. وانا بقولك كلهم. انا مثلا ياما تقدم لي عرسان كتار وقابلت شبان كتير اغنياء ممكن يوفروا لي كل اللي انا عايزاه، لكن انا رفضتهم كلهم لاني عايزه قلبي هو اللي يختار. مش مهم يكون غني ولا فقير، المهم يكون عنده قلب يحب. انا ادوب في حب، هو يدوب في حب. زي بالظبط انا كده، نفسي الاقي الحب اللي يدوب، لكن يا خساره مش موجود. مش موجود. يا خبر، ده انا اتاخرت قوي. انت عندك معاد؟ اصلي حاجز تذكرتين للسينما انا واختي، بعد اذنك اروح ابلغها لحسن يسهى عليها. اتفضل. يا الفتكات يلا شهري لحسن، هنتاخر على السينما، عاوزين نتفرج على روميو وجولييت من اوله. يا اخويا انا بستحمى، ما اقدرش اروح السينما وانا شعري مبلول. يعني ايه يا فتكات؟ اقول لك فكره كويسه، خد معاك منال. وازاي يا فتكات اروح السينما مع بنت لوحدينا؟ وانت يا اخويا هيجرالك ايه يعني؟ مش جايز يا فتكات تستغل الضلمه. لا يا اخويا، منال بنت مؤدبه غير كل البنات اللي خدوك السينما قبل كده. اختي بتقول اخدك بدلها السيما. طيب، بس لو الدعوه دي كانت جاتلي من اي راجل تاني كنت رفضتها، اصلي بخاف ادخل السينما مع راجل، لكن انت نفسك انك ما انتش راجل. ازاي بقى؟ انا راجل. اصلي انك راجل، لكن ما بتتصرفش زي الرجاله الوحشين اللي بيستغلوا ان السينما ضلمه. اتفضلي. ميرسي. ايه
ان شاء الله هنجيب بقى الكاميرا والمعدات ونروق المعركه دي، هتبقى فيلم ممتاز. سلام. ايدك سلام. شاكين قوي. فلوس انا ورجاله. الله مستعجل ليه؟ ما نخليها بكره برضه. لا بكره ده بتاعكم ما نعرفوش. اه مفيش ثقه. طيب حاضر. اه يا سلام، حظك حلو. دي بقى فرقها عليك انت والرجاله، روقوا نفسيكم. سلام عليكم. ايه ده انا اللي هفرقك على الرجاله ليه بس؟ انا لما اتكلمت لا انت باين عليك دور. انا لحظه واحده، اصل انا لما اتفقت انا الله يخرب بيتك يا عمر. لحظه واحده، هو دي لسه بتحلم الحلم ده يا اشجان؟ مش حلم يا دكتور، دي حقيقه. انا شفت سيد ابو شفه. شفتيه؟ شفتيه فين؟ في القهوه، وكل اللي انا بحلم بيه حصل. ضرب الرجاله كلهم، حتى ابو دراع كمان، وخارج على الكارته وجري بيا. وبعدين اتفقنا انا وهو اننا نتقابل تاني يوم في قهوه في الدراسه. رحت استنيته ما جاش. ثالث يوم ما جاش. رابع يوم برضه ما جاش. ايوه يا دكتور، ومش عارفه الاقيه فين. طب ما رحتيش القهوه اللي قابلتيه فيها وسالتي عليه ليه؟ هو نصحني اني ما اروحش، لان ابو دراع ورجالته هيحاولوا ينتقموا منه ويخطفوني. انت عارف يا دكتورة، انا بفكر اني اروح وخلي رجالة ابو دراع يخطفوني. اكيد اكيد هيظهر تاني عشان ينقذني. ♪
غلطت فيك كده صدقني. حنان مالك، ايه اللي شاغل مخك كده؟ اشجان. اشجان؟ اشجان مين؟ مريضه بعالج وخفت؟ ابدا، دي جات لها نكسه. ازاي؟ تصور متهيألها انها شافت سيدة ابو شفه. اه، سيدة ابو شفه مين؟ فارس احلامها يا سيدي. طب وليه ما تصدقيهاش انها ممكن تكون شافته؟ معقول؟ معقول انت تصدق ان في الزمن ده فتوى واسمه سيدة ابو شفه؟ طب ما يمكن لسه من بقيه زمن الفتوات. زمن الفتوات انتهى من زمان، بس المسكينه لسه عايشه في اوهام الماضي. بس هي بتقول انها شافته. ما هي دي النكسه، انها ابتدت تتصور احلامها بقت حقيقه، دي كل يوم بتروح تقعد في القهوه وتستناه. كنت في السجن. سجن؟ وإيه اللي دخلك السجن؟ خناقة هايفة، ضربت 20 راجل، 11 عاهة مستديمة وأربعة ربنا افتكرهم. وسجنوك؟ ما أنا هربت من السجن. هربت من السجن؟ إزاي؟ كسرت الحديد بإيديا دول وهربت. طيب مش جايز يمسكوك تاني؟ ما مسكوني، بس بهرب، كل مرة يمسكوني أهرب. انت عارفه الاحكام اللي عليا بلغت كام؟ 567 حكم. اصل انا فتوه من ظهر فتوه، ابويا الفتوه شفه الكبير، غلب كل الفتوات، فتوه الحسنيه وفتوه الدراسه وكل الفتوات. ابويا ده اكلني الكبده نيه. طب شاوريلي كده على اجدعها راجل وشنب وانا احلقهولي. سلم على قدك يا العين. ماشي. البور يا غلع. حرام عليك، مال الناس ده؟ حرام، ندفع لك حق. يلا بينا. تغلب الشجاعة. بوكيه ورد لحضرتك يا فندم. متشكرة. هل أطمع أن أراك في كافتيريا السالمية الساعة 12؟ صباح الخير. صباح النور. ايه اتفضل. مالك؟ مكسوف. من ايه؟ اصلي دي اول مرة اخرج مع واحدة بنت. ما كانش لك علاقات ابدا بالبنات؟ ابدا ابدا. ليه؟ اصلي اخاف اصطدم في عواطفي. ليه؟ لاني مملوكش الا الحب، والايام دي صعب تلاقي واحده تضحي بكل حاجه
علشان حبها. أنا قصدي إني بتمنى أقابل الحب الحقيقي في حياتي. الحب الطاهر الشريف. وأنا كمان بدور على الحب الطاهر الشريف. منال، تقبلي واحد بيقدم لك قلبه على ايديه؟ بكون سعيدة وفخورة بيه. حسام، 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 انت فين؟ بقالك كام يوم ما بشوفكش. بس انا بقى بشوفك كل يوم، باجي اطمن عليك من بعيد وامشي. وليه ما بتكلمنيش؟ يعني مش عاوز اضايقك. وده معقول؟ انت غير كل الرجاله اللي قابلتهم، كفايه انك صاحب خيري. خيري؟ خيري هيفضل عايش في قلوبنا على طول، مش هيموت ابدا. يا سلام، انا سعيده قوي وانا بسمع الكلام ده. بحس ان في اخلاص ووفاء في الدنيا. من يوم ما مات وانا كرهت الدنيا وكرهت الناس، كرهت نفسي. الله يرحمه خيري، كان فخور بيكي، كان دايما يقول لي انك بطلة كاراتيه عظيمة وانك لازم هتحصلي على الحزام الاسود. دي احلام كلها انتهت، انا ما بقتش عايشة اللي على ذكراها. الحياة والموت من صنع الله، ومش معنى ان خيري مات تبقى الحياة انتهت، بالعكس الحياة لازم تستمر. ابتسم الحياة يا سوزي، حققي احلامك، لازم تحصلي على الحزام الاسود. دي اجمل هديه هتقدميها لروح الفقيد المرحوم خيري. المرة اللي فاتت اتخذت على اخوانا. انا عمري ثقتي فيك ما اتهزت ابدا. هي بطة يا اخي، انت مش قال عندك انسانيه؟ وانت مالك يا جدع انت؟ ده اتضح انه مش معاهم. هاي اكيد الانسان ده بيحبك. ما كنتش اتصور اني ممكن احب راجل غير خير، لكن ما اقدرش انكر اني ابتديت ارتاح له. تعرف يا سوزي، انا مشتاقه جدا اني اشوفه، يا ريت تجيبه لي هنا اتعرف عليه. ونظرت اليه والتقت عيناها بعيناه وامسكت وجهه بين يديها واقتربت منه وهمست له: إني أحبك، أحبك، أحبك. لا لا، أنا آسف. أنا اللي آسفة. أنا مش عارفة إزاي أنا عملت كده. علشان تعرفي ان كان عندي حق لما قلت لك ان كل الستات بيجروا ورا غرائزهم. بس انا مش كده. لا، كلكم كلكم كده، عاوزين تفترسوا الراجل. انتم اللي خرجتم ادم من الجنه. منال، ايوه يا صفا، خلي حبنا طاهر بريء شريف. ما كانش فيه داعي ابدا انك تندفعي وتحاولي تبوسيه. مش عارفه انا ازاي غلطت الغلطه الفظيعه دي،
لكن ساعتها ما كنتش وعي، حسيت ان صفوت هو الانسان اللي كنت بحلم بيه. واضح فعلا من تصرفاته انه انسان على خلق، والدليل على كده انه مرضيش يستغل ضعفك ويندفع ورا غرايزه ويبوسك. شفت بقى يا منال ان حكمك على الرجاله كان غلط؟ عموما انا سعيده جدا انك قابلتي انسان نبيل وعظيم زي صفوت، قدر يرجع لك ثقتك في الرجاله تاني. اوعي يا منال، اوعي تفرطي فيه، ويا ريت كمان تجيبهولي اتعرف عليه. كلمني عن بطولاتك، عن انتصاراتك، عن غزواتك. هو انت ما شبعتيش من الكلام؟ انا لو فضلت طول عمري اسمعك مش هزهق منك يا سيد. بس انا زهقت من الفتوانه دي خلاص. الله يرحمك يابا، هو اللي غصب عليا ابقى فتوه، اصل الفتوانه دي فعلتنا ابا عن جد. بس لاقي عليك الفتوانه يا حبيبي. عارف يا سيد؟ انا كل ما بشوفك بحس ان شخصيتي دابت في شخصيتك. سيد، انت الانسان اللي انا بحلم بيه. اؤمرني، اضربني، امسح بيا الارض. انا خدمتك يا سيد، كل ثروتي واملاكي تحت امرك، بس اتجوزني. اديني فرصه افكر. هتقدمي لي الناس تقولي لهم ايه؟ باباكي ومامتك هيوافقوا؟ لكن انا بحب. وهو بيحبك؟ ضروري. لو كان بيحبك صحيح كان اتخلى عن الفتوانه ودور له على شغلانه شريفه. ده متعلم كمان. كمان متعلم وبيشتغل فتوه؟ اصل وارث اماره الفتوانه ابا عن جد. اسمعي يا اشجار، انت عارفه انا بحبك قد ايه ويهمني مصلحتك، عشان كده انا عايزه اقابل سيده ابو شيخ. يا ريت تجيبهولي هنا في العياده عشان اتفاهم معاه بخصوص مستقبلك. طمني، ايه الاخبار؟ هلكت يا مجدي، هلكت. كانت شرطك مهببه. هي لولا شرطي المهببه كان تمني البنات خفت، كان بقى في امل ان حنان تسافر معاك. طب افرض بقى اكتشفت اللعبه وعرفت ان انا بخدع البنات دول، هتعمل فيا ايه؟ هتكشفها ازاي؟ بخطه مضمونه 100%، ما تخرش الميه واديك بتقطف الثمار. انا بتعذب لاني حاسس ان انا بخدع البنات دول. بالعكس، انت بتعمل عمل انساني عظيم، انت هتساعدهم على انهم يخفوا. طب افرض بقى اكتشفوا ان انا بخدعهم. مش مهم، المهم انهم يخفوا، يغيروا نظرتهم للحياه، يبصوا للدنيا يلاقوا لونها بامبي بامبي. بيتهيألي هيبصوا يلاقوا لونها كحلي كحلي. مش مهم كحلي ولا بامبي، مش مهم، المهم ان حنان تسافر معاك وتبقى الذريه الصالحه على ايديا باذن الله. انت مستني حد؟ انا لا. اهلا يا حنان. مساء الخير يا مجدي. مساء الخير. عمر موجود؟ اه موجود وتعبان شويه. تعبان؟ عمر يا حبيبي، مالك يا عمر؟ حاسس بايه؟ ابدا، هو شويه ارهاق، اصله بيرهق نفسه كتير قوي. بيرهق نفسه في ايه؟ الله، مش بيجهز اوراقه عشان السفر واوراقك انت كمان عشان تسافري معاه؟ اسافر؟ انت متفائل قوي يا مجدي. ليه بقى؟ انت مش قلتي لما الثلاث بنات يخفوا هقدر اسافر معاك؟ ما هم لسه ما خفوش. ازاي؟ مش كل واحده فيهم لقت فارس احلامها وخلاص؟ ما هو ده اللي هيجنني يا عمر، كل واحده يطلع لها فارس احلام فجاه، زي ما يكون المساله مترتبه. مترتب يعني ايه؟ طبعا مش ممكن يكون مترتب، ده كلام برضه. ما هي كمان المساله دي مش داخله دماغي، البنات الثلاثه يخفوا في ظرف اسبوعين، وانا بقالي سنتين مش عارفه اعالجهم. ربنا بقى. هتقولي ايه في ربنا؟ اه فعلا، ربنا بيحبك علشان كده خفف الناس دول. اه طبعا ربنا بيحبني، خفف المريضات دول علشان تسافري معايا يا حبيبتي. وعشان كده انا قررت اقابل الرجاله اللي البنات وقعوا في غرامهم. تقابليهم ليه بس؟ تقابليهم ليه؟ عشان اتاكد من صدق عواطفهم تجاه المرضى بتوعي، اي واحده فيهم مش حامل انها تتصدم مره ثانيه. ايوه بس ده مش ممكن، مستحيل. مش ممكن ليه؟ طبعا مش ممكن. ليه يا مجدي؟ من غير ليه يا مجدي؟ ايوه من غير ليه يا مجدي، هو كده مش ممكن. طب بس افهم ليه؟ اصله مستحيل. مستحيل التلات رجاله يجوا يقابلوكي. اذا كانوا صادقين في عواطفهم هيجوا يقابلوني. بس انا بقى لا يمكن اسمح لك انك تقابلي تلات رجاله. يا عمر، ده جزء من علاجي للمريضات بتوعي. علاجك للمريضات بتوعك انك تقابلي المريضات بتوعك، لكن ما تقابليش الرجاله بتوعهم ابدا. لا 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 بقى يا عمر، انا ما اسمحلكش تتدخل في شوي، وانا بقى مصممه اني هقابل الرجاله الثلاثه.
كنتش اتخيل ابدا ان سيد يحبني قوي كده يا دكتوره. تصوري انه اقتنع بكلامك وعشان بيحبني قرر يهجر عالم الفتوانه وقلع الجلابيه ولبس البدله وهيدور على عمل شريف. طب هو مش عايز يجي يقابلني ليه؟ ما هو لسه يا دكتوره مش متعود يخرج يقابل الناس بالبدله. ما تتصوريش قد ايه انه كان سعيد لما عرف انك عاوزه تقابليه. اصل انا كلمته عنك كتير قوي لدرجه انه كان مشتاق ان يشوفك. طب وما جاش معاكي ليه؟ في اخر لحظه كلمني وقال لي ابوه مات اضطر يسافر البلد. هيرجع امتى؟ مش اقل من 40 يوم لحد ما يشوف الميراث ويقسموه على اخواته. مسكين عيط كتير قوي ودموعه كانت زي المطر. اصله بيحبه قوي، هو اللي مربيه. هو مين؟ خاله اللي مات ده، زعلان عليه قوي واضطر انه يسافر اول ما سمع الخبر عشان يتولى اجراءات الدفن. وهيرجع امتى؟ هو قال انه مش هيتاخر، هيستنى لحد ما يفتحوا الوصيه عشان يشوف خاله كاتب له ايه في الوصيه، اصله كان بيحب خاله قوي. عن المرادات بتاعي وقدرت اوصلهم لبر الامان. ده نجاح كبير ليك يا حبيبتي ساذكره التاريخ. فكر يا عمر انهم هيكونوا سعدة مع شبان الحبوب. ده اكيد يا حبيبتي. انا عشان كده كنت عايزه اقابلهم عشان اطمن على الحكايه دي. لا اطمني يا حبيبتي اطمني. بس مش غريبه ان سيد ابو شيخ هيتخلى عن عالم الفتوانه. يا حبيبتي الحب بيصنع المعجزات. ومش غريبة كمان ان حسام ابوه يموت وصفت برضه خالي يموت في نفس اليوم؟ لا مش غريبة، انت تفتح صفحة الوفيات تلاقيها لما بتلم. انا مش قادرة اقتنع باللي بيحصل ده. يا حبيبتي انسي اللي فات وفكري في المستقبل. انا خلاص هروح لوالدك ووالدتك اتفق معاهم ونحدد ميعاد السفر ونروح نقضي شهر العسل. ميعادك بكرة الساعة 7. تشكر يا متولي. ما تقوليش يا متولي، ما تقوليش يا متولي، ما تقوليش يا متولي. الدكتورة طلبتني وقالت لي اجي الساعة 5. الدكتورة طلبتني وقالت اجي الساعة 5. الدكتورة منتظراني الساعة 5. ايوه فعلا هي منتظراكم كلكم، اتفضلوا.
مساء النور. اهلا يا بنات. اهلا بيك. انتوا طبعا ما تعرفوش بعض. ابدا. ما حصلوش شرف. طب اسمحوا لي اعرفكم على بعض. اشجان سوزي منال. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل استريح. اتفضل. من مدة وانا بعالجكم، عشان كده انا هبقى صريحة معاكم. انتوا الحمد لله دلوقتي خفيتوا وبقيتوا كويسين قوي. الحمد لله كمان اتشالت الغشاوة اللي على عينيكم، وعرفتوا قد ايه الدنيا حلوة ولسه بخير. الحب يا بنات أحلى نعمة ربنا اداها للإنسان، عشان كده عايزاكم تحموها وتحافظوا عليها. الحب، الحب جميل قوي، والبركة بصفوت. وأنا من يوم ما قابلت سيدة أبو شفا والكوابيس ما عادتش بتطاردني، وانا ما انكرش ان حسام كان السبب اني رجعت للرياضه واستعدت مكانتي. في حاجه يا دكتوره؟ ما خبيش عليكم، انا حسيت بالقلق لما عرفت ان صفوت خاله مات وحسام كمان ابوه مات. صدفه طبعا. فعلا اكيد لازم تكون صدفه. عموما يا بنات انا سعيده جدا انكم خفيتوا، انا دلوقتي اقدر اسافر وانا مطمنه عليكم. انت خلاص هتسافري؟ ان شاء الله يوم الخميس هعمل حفله صغيره كده وبعدين نسافر. يبقى لازم نحضر عشان نبارك لك ونودعك. اهلا وسهلا بيكوا طبعا، وفرصه كمان اعرفكوا على جوزي. مبروك يا دكتور عمرو. الله يبارك فيك، منورين. تعالي بعد اذنك يا مدام. ده شغل يا حبيبي. هو ده برضه شغل. ايه؟ اسمع، خد دول. ايه دول؟ دول ثلاث رسايل لمنال وسوزي واشجان. بشرح لهم فيهم انا ليه خدعتهم؟ طب وليه تكشف نفسك؟ انا مش عاوز اسبب لهم صدمه عاطفيه ثانيه، ده انا ما صدقت خلصتهم من عقادهم. يلا يا حبيبي. مفيش طريقه ثانيه يا دكتور؟ بيتهيألي بقى الطريقه الوحيده اللي تنفع مع حضرتك انك تباتي في اوضه وهو في اوضه، بس اذا جه عيال بعد كده انا مش مسؤول. ربنا يخليك يا متولي ويرزقك بابن الحلال. ابن الحلال؟ هو في برضه ابن حلال يرضى يتجوز واحده اسمها متولي؟ الف الف مبروك يا عروسه. متشكره قوي يا ميدو. انا سعيد قوي ان عمر حقق الحلم اللي كان طول عمره بيحلم بيه، وانت كنت الحلم ده يا حنان، ارجوك تحافظ عليه. انا كمان سعيده اني بلاقي حد بيشاركني في حب عمر. عن اذنك. اتفضلي. بدور عليها. انت تعرف الدكتوره حنان؟ حنان انا ما اعرفش الدكتوره حنان، لكن جوزها يعرفني وهو اللي عزمني على فرحي واعظي فرحه. على العموم دي فرصه هايله، تعال معايا اما اعرفك على الدكتوره حنان دي، كان نفسها قوي تشوفك. ايوه بس انا مش هعرف اشوفها من غير نظاره، ادور على نظارتي وبعدين اشوفها. طيب دور انت على نظارتك وانا هروح اندهلك. يا ابو اسود. الله، مش انت؟ لا يا فندم، مش انا. مش انت قريب سفر؟ انت اللي شفتك في النادي. انت جاي مع سفر؟ لا قصدي ايوه. ليه، في حاجه؟ لا ابدا، ما شفتش الدكتوره حنان. الدكتوره حنان. اهي اتفضلي. اهلا يا منال. ألف ألف مبروك. ميرسي حبيبتي، عقبالك. تتصوري شفت مين من ضمن المجاوين؟ مين؟ صفوت.
هي مصيبه بحقك. وبعدين هتصرف ازاي؟ اتصرف يا اخويا، مش انت اللي ورطتني؟ انا اللي اتصرف. امال ايه؟ مش انت اللي قلت لي امثل دور الحب على كل واحده فيهم؟ اهو انكشف. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يا سلام يا منان، ما تصوريش قد ايه انا سعيده ان عمر جوزي طلع صاحب صفه الخطيبه. دي مفاجاه ما كنتش متوقعاها ابدا. ولا انا كمان. الا مؤاخذه. اهلا يا مجد، اعرفكم ببعض، انيسه منان الدكتور مجد. ما انا عارفاه. عارفاه مين؟ ما هو صاحب صفوه. لا انت تعرف صفوه؟ اه وانا ما قلتلكيش ولا ايه؟ لا. ده كان صاحبنا انا وعمر قوي قوي، بس مسكين. مين؟ جات له دلوقتي حاله مغص مفاجئ. صفوه؟ اه. طب انت ما كشفتش عليه ليه يا مجدي؟ ما ادانيش فرصه، نقلوه على المستشفى على طول. يا ريت حضرتك تلحقيه دلوقتي اوان. ايوه صحيح، انا اسمي. اتفضل. الحمد لله. عمر ايه 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 فينك؟ انت فين يا عمر؟ انا كنت فين؟ انا كنت مع المعازيم. انت ليه ما قلتليش انك تعرف صفوت؟ صفوت مين؟ خطيب منال. منال مين؟ المريضه اللي انا كنت بعالجها. اه صفوت البنوته؟ البنوته؟ اه اصل احنا كنا في المدرسه واحنا صغيرين مسميينه البنوته عشان كان بيعمل قصه كده. الحمد لله. كان نفسي يا حماتي اقضي معاكم شهر العسل، لكن الظروف البعثه والدكتوراه. وصيتك حنان خد بالك منها. دي في عينيا يا حماتي. ربنا يهنيكم ويوفقكم. ما بعد اذنك يا حماتي ادور لها على حسام. اتفضل. الحمد لله على السلامه. قصدي البقيه في حياتي. ده اذا كان هيبقى في حياتي بقيه. يا سلام، ما كنتش متصوره انك حساس بالشكل ده. هتتاثر قوي لو هذا المرحوم. مرحوم مين؟ ابوك. الله يرحمه ويجعل الجنه مثواه. لكن انت ايه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا؟ انا اقول لك. تعالي تعالي معايا وانا اقول لك. اصل بقى طلع العريس بلدياتي، فقلت اجي اخد بخاطره وهو بيتجوز، قصدي ابارك له. طول عمرك شهم ومخلص لكل الناس، وده اللي خلاني احبك. عموما فرصة عظيمة عشان اعرفك على الدكتورة حنان. دي نفسها تشوفك قوي. هو انا نفسي اشوفك، بس الاول واجب برضو اروح اخد بخاطر صاحبي، قصدي ابارك لصاحبي على الجوازة. اسبقيني انت وانا هحصلك، اسبقيني هناك اهي، اسبقيني. الله يخرب بيتك يا مجدي. مجدي يعني حضرتك بقى عندك كام عيل دلوقتي؟ 10. لا انا بتهيألي بقى انسب طريقة تنفع مع حضرتك انك تطلقي. نعم. عشان تبطلي حامل. يا في ايه؟ مصيبة؟ مصيبة ايه؟ مش خلصتك منها؟ لا دي مصيبة تانية. يخرب بيتك يا عمر. أول مرة أعرف إن حسام وعمر يعرفوا بعض، بقى معقول حسام يطلع بلديات عمر ولما عرف إنه هيتجوز صمم يجي ياخد بخاطره. أظن المدموزيل لسه واصلة وما شربتش شربات الدكتورة حنان. أعرفكم ببعض، المعجزة سودي الدكتور مجدي أعز أصدقاء عمر. الظاهر ان عمر ده كل الناس بتحبه. يا سلام. نفسي اشوفه. انا هشوفيه دلوقتي هندهولي. هو عمر راح فين يا مجدي؟ كان بيتخانق دلوقتي. خانق مع مين؟ مع واحد بلديات اسمه حسام. بيتشائم من شكله بصراحه وما بيحبوش. اول ما شافه طبع الفرح راح متخانق معاه وطرده. طرده؟ اه. ازاي انت الخطيب؟ بقى ده صح يا دكتوره؟ عمر مالك على طول مخطوط كده؟ انت ايه اللي عملته ده؟ كده فاكره خطيب سوزي؟ انا؟ ايوه يا اخي جدع الرزق ده اللي انت بتتشقى من شكله. اصله نحس ما يخشش مكان الا وتحصل مصيبه. حس ايه بس يا عمر؟ عيب الكلام ده، انت راجل مثقف، عيب تؤمن بالخرافات دي. عن اذنك. انا خلاص قطعت الخلف. عن اذنك. ايه رايح فين؟ خليك جنبي. انا خلاص تفكيري وقف. انت احسن حل بقى تاخدها وتسافر فورا، والا المساله هتطربق فوق دماغك ودماغنا كمان. فكرة هي. اسمع انا احسن حل، هروح اسبقك في الجنينه وانت تزحلق اهالي مننا باي شكل وتخلي حنان تحصلني. يلا بسرعه. يخرب بيتك يا عمر. لا مؤاخذه. هو الباب منين؟ يا ليلة سودة ومش فايتة. مالك يا سيد؟ سيد سيد
سادة ما سادة ولا حاجة. وإيه الشياكة دي كلها؟ ده أنت اللي يشوفك كده ما يقولش عليك فتوة بولاق. لا لا فتوة بس مودرن. الله، ومال صوتك نايم كده ليه؟ مش أنت اللي قلت لي أبقى جنتلمان؟ مش معايا، أنا عايزاك تشهد فيا. آه. تشتمني. أيوة. تشد شعري، ترميني على الأرض وتدوس عليا. عايز أحس دايما بقوتك يا سيد. أيوة أنا قوي، أنا بتوة. لكن أنت إيه اللي جابك هنا؟ حظ المهبب أنا. أنا جيت هنا علشان أكسر الفرح باللي فيه. أكسر الفرح؟ ليه يا حبيبي؟ ليه إزاي؟ لما مؤاخذة يا ستي قال إيه؟ مش عاوزين يدفعوا الأتاوة. تاخد إتاوة من الدكتورة اللي كانت بتعالجني وكانت السبب في شفايا؟ وأنا بقى لما عرفت إنها الدكتورة بتاعتك قلت مفيش داعي أخدها من قصرها وأروح. تروح؟ تروح إزاي؟ دي نفسها تتعرف عليك وهتنبسط قوي لما تشوفها. أيوة بس أنا مش هنبسط. سيد يا أبو شيف، أنا قلت إنك هتتعرف عليها يعني هتتعرف عليها. وإلا هصور وعيط ويجيلي انهيار عصبي. لا لا ولا انهيار عصبي ولا حاجة، أتعرف عليها. ما هي ليلة سودة. يلا. وديني فين يا اخي؟ الطياره خلاص هتقوم، لازم نلحق بقى. طب فين عمر؟ عمر زوغ. زوغ؟ قصدي مستنيك تحت في الجنينه. طيب. ايه في ايمان؟ الطياره قربت تقوم، انا لازم اضرب لكم الشرطه عن اذنك. الف مبروك يا دكتوره. اهلا. اهلا يا اجيال، الله يبارك فيك. كويس انك جيتي يا حبيبتي عشان اشوفك واطمن عليك. اقدم لك خطيبي سيد ابو شفه. الله. حاسس بمصيبة جيالي. قريبك قال انك تعبت ورحت المستشفى، وانا من خضتي نسيت اساله اني مستشفى، عشان كده رجعت اساله. ما انا رحت، بس لما رحت تهت، اصل انا مش لابس نظارة وما شفتيش النظارة بتاعتي. مش مهم النظارة دلوقتي. اه ده الدكتورة حنان هتفرح قوي لما تعرف انك خفيت. بفرح. تعالى تعالى لما نقول لها انك رجعت، تعالى اعرفك عليها. ده كان لسه معايا دلوقتي. حضرتك انت بتدور على حد؟ ايوه خطيبي سيد ابو شفة. انت قلت سيد ابو شفة؟ ايوه. اه ده البوليس قبض عليه. بوليس؟ بوليس ايه؟ اصله كان هربان من حكم الاعدام. انت مجنون؟ لا طيب. مالك؟ احنا لازم ننقذه عن اذنك، اتفضلي. دكتورة حنان. اهلا يا منال، انت رجعت تاني؟ ايوه. تسمحي لي اقدم لك سبب. انا اسفه جدا يا حسام، وصدقني انا راجعه دلوقتي مخصوص عشان ارفع الاهانه لمسيتك. مهما كنت بحب الدكتوره حنان، لكن ما ينفعش ابدا ان جوزها يطردك ويقول عليك نحس. مسامح كريم بقى، خلاص بقى. لا مش خلاص، انا مصممه انه اعتذر لي. اتفضل قدامي. اتفضل. طب نص ساعة. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ انا هروح اسلم على بابا وماما. أيوة. وانت تطلع اوضتي دلوقتي تجيب الشنطة بتاعتي ونتسحب من غير ما حد يحس. فكرة هايلة. كده ليه يا سيد يا ابو شفا؟ بلنت كده ليه يا حسام؟ ابو شفا انا حسام.
الشهر. أنا صفوة. وأنا مين؟ سيبوه يا بنات سيبوه. ما تلوميش عمر لأنه بيحب وحاول يساعدنا عشان نخف ونبقى كويسين، وما نقدرش ننكر إن إحنا فعلا رجعت لنا الثقة في نفسنا والفضل لعمر. وإذا ما كانش عمر هو فارس أحلامنا فأكيد الفارس موجود وأكيد هنقابله، بس المهم إنه يحبنا زي عمر ما بيحبك. سامحني. خلاص سيبوني معاه شوية وأنا هفوقه. عمر عمر عمر. أنا سيدة أبو شفة. أنا حسام. أنا صفوة. هو أنا مين؟ أنت عمر. أنا عمر. أنت مجنون ولازم تتعالج. حبك هو العلاج.